أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين بكل خير. هو يعني يسرني أن أستهل حلقتي بمسألتين. المسألة الأولى أننا نوجه كل التحايا الطيبة وكل المباركات الطيبة لأشقاء الروح وأشقاء الوطن من أتباع السيد المسيح عليه السلام. نقول لهم كل عام وأنتم بخير، أيامكم مباركة وأعيادكم مباركة، ونتمنى يعني أن يكون هذا الوطن دائما موئلا للأحرار ولجميع الديانات السماوية تحت رايته الهاشمية، مواطنين متآخين متحابين. هذا هو ديدن الأردن، وهذا هو الأردن الذي سيبقى عصيا عن الفتنة الطائفية والإقليمية. فكل عام وأشقاء الروح من أتباع المسيح عليه السلام بكل خير. النقطة الثانية، يعني من واجب أن أوضح بعض المسألة جرت في تقديم حلقة عن أسعار النفط. قرأت نص لم أنسبه لنفسي حتى، يعني وإلا لو نسبته لنفسي لوجب علي الاعتذار، ولكن وجب أن أقول أن صاحب النص هو الصديق وليد علمات، لكنه جاءني على الواتساب دون نسب فقرأته دون أنسبه أيضا إلى نفسي. وإن كان ثمة يعني على الإعلام أن يكون واضحا وأن يكون جريئا وأن يعترف أنه وقع في لبس وقع في خطأ، وأنا أعترف أنني وقعت في خطأ لأخي وليد علمات، فله كل التحية لأنه صاحب النص الذي انتشر على الفيسبوك، ومن حقه أن ينسب الفضل لصاحب الفضل. وأعود إلى موضوعي في عين الحدث اليوم الذي يتعلق بقضية اعتدنا أن نناقش قضايا شبابنا. أعتقد أن ما يجري في أروقة جامعة البلقاء التطبيقية، هذه الجامعة العزيزة، هذه الجامعة التي نعتز بها والتي نأمل أنها بدأت يعني تسترد اسمها وروحها، ولكن ثمة إشكالية يواجهها بعض الطلاب يشتكون يعني يعتبون، ومن واجبنا في هذا البرنامج أن ننقل عتبهم وغضبهم، فهم الأبناء وهم المستقبل، وبالتالي لا أعتقد أن أحد منا يقبل بالظلم لا على الجامعة ولا على الطلاب. للحديث في موضوع البوليتكنيك فصل الطلاب حديث فساد، يسرني أن يكون معي عطوفة الدكتور عبد الله الزعبي رئيس جامعة البلقاء التطبيقية. مساء الخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك، وأنت يعني ضيف دائما عزيز ومرحب به. وسعادة النائب الدكتور أحمد الرقب، مساء الخير سعادتك. وللإنصاف أيضا حتى أنصف الدكتور عبد الله، كثيرون راهنوني أنه لن يحضر، ولكنني كنت على يقين منذ الأمس اتفقنا أنه سيحضر وأنه ألغى مواعيد مهمة حتى يكون الضيف في هذه الحلقة. اعذرني دكتور عبد الله، بدنا نبدأ من الدكتور أحمد الرقب لأنه الموضوع هو الذي تبناه. دكتور، فصل 27 طالب، اتهامات بالفساد، الآن على رأينا في قناة الأردن اليوم، هي الجمل وهي الجمل، ما الذي يحدث في البلقاء التطبيقي؟ شكرا جزيلا أستاذ عمر كلاب على هذا اللقاء المهم جدا، والذي أرجو أن نخرج بنتائج إيجابية وعملية، وألا يكون مجرد فضفضة وكلام على الهواء فقط. وآمل أن يكون رئيس الجامعة على غاية من الحساسية والمسؤولية بأن يتخذ قرارات فورية بما نتفق عليه إن شاء الله حتى نطوي هذا الملف إلى غير رجعة. ودعني أوجه التحية إلى هذه القناة الرائدة التي واكبت أحداث أهلنا في غزة، هذا واجب. تحية من قبل إلى القضية الكبرى التي ينبغي أن نطلع بها اليوم إعلاميا نيابيا شعبيا سياسيا، في ظل عجز مطبق مؤسف للأنظمة العربية المشلولة اليوم عما يقدمه الأهل الأشاوس المرابطون الكبار والأكابر على خط النار في غزة، إذ يلقنون العدو دروسا نوعية في الصمود. ونأمل أن تصل آهات وتصل صرخات ولهفات أولئك المرابطين، بل أقول صيحات العز في غزة، إلى الصم البكم من جمهور زعماء العرب والمسلمين. على كل حال، لربما كان ينبغي أن أوجه السؤال إلى صاحب الشأن. فالأصل نريد أن نعرض المشكلة أمام الناس أولا. الأصل ألا تكون مشكلة. أنا أتفهم أن رئيس الجامعة هو قائد تربوي من الطراز الأول
يملك مهارات وقدرات وأداءات يستطيع من خلالها أن يستوعب كل ما أمكن تحت عنوان كبير فن إدارة أي أزمة. نعم. كيف وأنا أقول بمنتهى الثقة وبملء فمي أنا فخور يا دكتور عبد الله، يا دكتور عمر والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، أنا فخور جدا 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 بطلبة البوليتكنيك الذين نفضوا غبار سنين طويلة من هضم للحقوق وتجاوز صارخ لخدمات الطلبة. أنا فخور جدا أن هناك جيلا جديدا يعبر بأسلوب دبلوماسي واع راق جدا. نعم. لكن مؤسف أن هذا الرقي لم يستوعبه أصحاب القرار. هذا الرقي بدأ واضحا في اعتصامات من أجل المطالبة بحقوق مشروعة واضحة لا يختلف عليها اثنان في كلية نعتز بها نحن. أخ عمر، عبر السنين لما نقول كلمة البوليتكنيك شامة ولمعة في سماء الوطن، وما زالت الطلبة السابقين والحاضرين والقادمين دائما نقول أن هناك مخرجات من الطراز الأول يعرفها القاصي والداني لخريجي كلية البوليتكنيك، لكن هذا الإنتاج جاء في سياق كثير من التضييق والروتين الإداري القاتل والبيقراطية المميتة، لا أقول القاتلة فقط. نعم. ولربما حتى لا أستأثر بالكلام وحدي يعني أول الأمر، أنا أقول حقيقة ستظهر أمور شيئا شيئا تباعا. إذن أنا أقول يا عمر، بس دعني أكمل فكرتي. ليت هذا الرقي الذي وصل إليه الطلبة يأخذون عليه جوائز وحوافز، نحن بحاجة. نعم. إلى جيل يطالب بحقوقه. إذن الطلاب بدأوا باعتصامات مطلبية مشروعة. مشروعة. نعم. واجهتهم الجامعة بقرارات بأسلوب أمني غريب. نعم. جدا. دكتور عبد الله الأردني. دكتور عبد الله، الكرة في ملعبك، أنا بعرف أنك رئيس جامعة طموح ولديك آمال في البلقاء التطبيقية تسعى إلى تثبيتها، ولا أعرف عنك أنك قمعيا أو دكتاتوريا. هل الطلبة قاموا بما هو مشروع فضاق صدرك؟ أبدا. أولا اسمح لي أنا أشكرك على هذا اللقاء الطيب، وأشكر الدكتور أحمد اللي عباله وافق ويجي اليوم، وخاصة أنه مختص في تفسير القرآن الكريم. وأضم صوتي إلى صوتك في التهنئة. وللشرف العظيم جدا أن أكون أستاذا مفسرا للقرآن الكريم، وهو أشرف العلوم. والعلماء هم قادة الأمة الذين يطلعون بهم. مش إداني، مش إداني. أضم صوتي إلى صوتك في التهنئة إلى الإخوة المسيحيين في عيدهم المبارك. ودعني أبدأ حديثي في سؤال يمكن شوية أنا أوجهه للدكتور أحمد. هل تعترف بالورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك؟ وهل تظن بأنها ليست بواجبة التطبيق، ولا هي تنص على سيادة القانون والعدالة للجميع؟ تمام. شو رأيك تجلس محل الأستاذ عمر؟ لا هو بسأل. السؤال الثاني، إذا كنت أنت يا دكتور أحمد مع كل التقدير والاحترام تفتخر بطلبة كلية الهندسة التكنولوجية، فأنا كرئيس جامعة البلقاء أفتخر بكل طلبة جامعة البلقاء قاطبة، ولا هم 42,234 ما شاء الله من العقبة حتى إربد. هذا فخر كلهم نظري ليس له واقع سواسية. أين الفخر هؤلاء الطلبة وأنت تستلب حرياتهم؟ دكتور أرجوك، وأنت تقوم على قمعهم. أرجوك، لم يتقاطع وأنت لا توفر لهم المشاغل. دكتور أحمد أرجوك، لم تقاطع فلا تقاطع. هو كلام مش مقبول هذا من أول. لا لا، مش من حقك، مش أنت اللي بتحدث. مقبول هذا، مش أنت اللي بتحدد. تحدث أرجوك، تفضل. نتحدث عن حقوق طلبة. نعم. أنا أستاذ أكاديمي، رئيس جامعة، قبلها كنت عميد، أولادي في الجامعة وأعرف شو طلبات الطلاب. نعم. في الجامعة. وخليني أبدأ، أنا إلي سنة وتسع شهور رئيسا لجامعة البلقاء التطبيقية. أول شهرين من عملي في جامعة البلقاء عملت مسح ميداني كامل،
قبل معمل المسح الميداني وقفت على الوضع المالي لجامعة البلقاء التطبيقية، ولم أسلم الجامعة إلا بعد أن قدم التقرير إلى مجلس الأمناء وصادق عليه. جبت اليوم وثائق حتى نعم. أحكي بوثائق نعم. وصادق عليه مجلس الأمناء بالكامل تمام؟ هيا في الوضع المالي للجامعة. إذا بدك أمشي عليه بمشي، ما عندي مشكلة، هاي قلبناها. نعم. النقطة الثانية، عملت مسح ميداني في الكامل لكليات جامعة البلقاء التطبيقية، وبشهر 9 بدأت أضع الخطة الحقيقية لإصلاح كلية جامعة البلقاء. مش جديد، نتحدث من 26/12/2016 و6/9/2016، يعني بعد 3 شهور من استلامي لرئاسة الجامعة نعم. بدأت المخاطبات التي تتحدث عن احتياجات الكليات في جامعة البلقاء التطبيقية، لأنني أنا أعترف أمام الأردنيين كافة أمام الشارع الأردني بأن جامعة البلقاء التطبيقية عندما ورثت كليات التي كانت تتبع إلى وزارة التعليم العالي، وقبلها بعضها كان يتبع إلى وزارة التربية، وبعضها عمره تجاوز 50 عاما، بنيتها التحتية مهترية. تمام، خليني أكمل لو سمحت. طيب أين الإجراءات؟ خليني أكمل. تفضل. ومنذ ذلك التاريخ بدأنا في وضع خطتنا مباشرة نعم. في الإجراءات، وهذه الكتب التي تؤكد بأنه عباله إذا بتطلع على كلية الهندسة التكنولوجية لوحدها المطلوب إلها كان لوحده 12 مليون ونص دينار من اللي هي البوليتكنيك؟ البوليتكنيك. يا سلام، 12 مليون؟ تحتاج 12 مليون ونص خلال 4 سنوات. خلال 4 سنوات. هذا الكتاب متى؟ 26/12/2016. وهاي الخطة التنفيذية، خليك معي سنتين لو سمحت، لو سمحت. نيجي هذا الكتاب من مين موقع؟ من معالي وزير التعليم العالي، معالي وزير العمل، موجه لدولة رئيس الوزراء، يقر فيه ويطالب فيه بخطة الإصلاح التي تقدمت فيها جامعة البلقاء التطبيقية بالكامل، وهذه وثائقنا. وافقت الحكومة على وافقت من حيث المبدأ وافق نعم، لكن أين التمويل؟ كيف عفوا من حيث المبدأ عفوا يعني لك. ما أجى تمويل، وافقوا على الفكرة بس ما دفعوش فلوس. كل هذا ورقة على فكرة، لا مضمون له ولا واقع له يا أستاذ. خليك معي سيدي، تسمح لي؟ خلي برجع لك. تسمح لي؟ تسمح لي؟ احنا جايين تفضل نصل بصورة حقيقية. قدمنا خطتنا نعم. بعدها مباشرة وضعت الخطة التنفيذية التي والتي أقرها مجلس الأمناء ل 2017-2021 نعم. بالكامل بالوثائق اللي مشي عليها نعم. بعدها بدأنا في عملية التنفيذ الإجراءات، وأعطيت بالنسبة إلي أنا مهندس قبل ما أكون رئيس جامعة، أعطيت الأولوية القصوى لي لكلية الهندسة التكنولوجية. وإذا بدي أتحدث عن كلية الهندسة التكنولوجية، ماذا قدمت؟ ماذا قدمت أنا أثناء فترة رئاستي في الجامعة؟ بتحدث لك بالتفصيل الممل والمميت باختبارات بقيمة 1,381,166. أي أقرأ لك إياهم؟ مختبر الدوائر التكاملية، مختبر الدوائر التكاملية الأساسية، تكنولوجيا الاتصالات، هندسة الحاسوب، هندسة الكهرباء إلى آخره. إجراءات بنية تحتية. ما هلا أنا كله حبر على ورق. لو سمحت. خذ لي حبر على. حبر على ورق. اليوم دكتور. اليوم إحنا بنحكي عن بنية سياسية. دكتور أحمد، لا تشكك. أنا لا أشكك. لأن هذه. تفضل وياك نذهب مباشرة لأني وثائق. لنذهب إلى الجامعة على أرض الواقع. هذا حبر على ورق. لو سمحت. لو سمحت. لو سمحت. لو سمحت. إذا أنت عبالي بحكي في وثائق أنت بتحكي مؤسف، لا تأسف عبالي بحكي لك. إذا بنجي على الخدمات التي قدمت، أعمال مع مواقف سيارات للطلبة، تحوير مباني، إنشاء بوابات، كرفانات، وحدات صحية، الحمامات، الوحدات الصحية داخل المباني معطلة، كيف بدي أصلحها وأعملها صيانة إذا ما بدي أملهم؟ ب180,000 دينار كرفانات نعم. وحدات صحية حتى أغلق الداخل وتشتغل أشتغل فيها نعم، إلى آخره إلى آخره، نفقات عامة، قرارات إلى آخره. الآن قاعات تدريسية عطاء ب200 قاعة، منهم 35 قاعة للبوليتكنيك، تصير زي هيك شاشات كمبيوترات تصير. يا سيدي بقول لك العطاء عطاء الزلمة صار له سنة. دكتور أحمد أنت رجل دولة، أنت مشرع. اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي أنت مشرع 12 مليون اسمح لي اسمح لي أنت مشرع، أنت تعلم بأن العطاء وأنا مراقب أيضا، وهذا غير مقبول طبعا. في عالم التخطيط الإسرائيلي يا سيدي بتحاسبني عليه في مجلس طبعا نعم. وعندنا مباني، صيانة مباني ب150,000 إلى آخره لحد الآن. إجراءات تقدر ومحترمة، ومن حقنا أن نقول أننا نريد نعم. أن نراها على أرض الواقع، لأن الذاكرة موجود. الشعبية بين المسؤول والمواطن، دعنا نتفق أنها ذاكرة مثقوبة.
لأنه سمع الناس وعودات كثيرة. اليوم أنا بقدر وبتفهم كل اللي بتحكيه، وعلى العكس مقتنع أنه لا يمكن أن يكون هناك عمل طلابي وعمل أكاديمي بدون بني تحتيه. هذا صحيح. اليوم إحنا أمام قصة محددة. أكمل لك هلا، خلينا أكمل حديثي في هذا الموضوع. نعم. عندما وضعت هذه الخطة وبدأنا في عملية التنفيذ، وأنت أكثر الناس تعلم أني عندما ألتزم بشيء بنفذه. صحيح. وإذا ما بنفذه فورا مروح. صحيح. أبدا. طيب. لكن عندما نتحدث عن طلبة البوليتكنيك، وتحدث الدكتور أحمد بأنه اعتصموا بمطالب، الاعتصام خلينا نكون واقعيين يا دكتور أحمد ودقيقين بالحرف الواحد، بدأ ثاني يوم من إيقاف المواطن الأردني أيمن العجاوي، واللي هو طالب في جامعة البلقاء التطبيقية. وما علاقة جامعة البلقاء في إيقافه؟ اعتقل توقف من عندك أبدا. إذا كان موقوف اسمح لي مصيبة. اسمح لي توقف في الجامعة أبدا. وعلى هذا كلام غير صحيح. عفوا غير صحيح. عفوا، توجه إليه مساعد عميد شؤون الطلبة وقال له أنت مطلوب للجهات الأمنية وحول من الجامعة. سيدي اسمح لي. والطالب حينما عاد من التحقيق دكتور أحمد قال بالحرف الواحد كل الموضوع حول المطالبة المشروعة بحقوق الطلبة في جامعة العلوم البلقاء التطبيقية البوليتكنيك. تسمح لي مدام أنه هو اللي بسمح لي. أخي الفاضل، عندما أنا رئيس جامعة في عندي عميد لكلية الهندسة التكنولوجية، في مساعد، تجينا طلبات من المدعي العام، فلان يراجع المدعي العام، فلان يراجع القضاء، فلان يراجع الشرطة. طبعا تجي كتب والله رئيس جامعة. خليك معي احنا بنحكي عن شخصية اعتبارية رئيس جامعة. يأتيك اي خطاب أمني اوكي فورا دكتور. الو السلام عليكم دكتور. طالب عندك هذا الاصل ان تحميه، لم اقاطع، لا ان ترسل به الى جهات غير معروفه وغير مجهوله. معلش او مجهوله معلش هنا هذا الربط هنا في الاردن جهات مجهوله. لا في جهات مجهوله لا ما في جهات معلش الطالب حينما ياتي اليه ما في جهات مجهوله في الاردن. الله يخليك عروه تفضل. معلش تهدا الاصل رئيس الجامعه انا هادي جدا اسمح لي. لكن الشخصيه اللي اعتبريه تربط هذا الاجراء 8 صباحا بان الطالب المواطن الاردني الطالب في جامعه البلقاء تم ايقافه. مباشره بلغت معالي وزير التعليم العالي وهو قناه رسميه. طب معالي وزير التعليم العالي بلغ معالي وزير الداخليه وبدات الاجراءات. لا بل والده لايمن العجاوي كان على اتصال معي مباشره، وانا كنت على اتصال مع معالي وزير التعليم العالي وكنا نتابع. توقف الطالب في اليوم الثاني كان طالب وطالبين الطالب. اليوم عندنا 27 طالب محولين الى لجنه تاديب. اين البيئه الجامعيه التعليميه الامنه في كليه البوليتكنيك يا دكتور احمد؟ بسمع انه انا عم بسمع كلام خارج السياق، خارج الملعب عم بحكي. انت تسمع كلام انت الان حكيت بشكل عام عن البلقاء التطبيقي، بعدين رحت للاعتصام وانا لحقت لم اتكلم. من حقه يا قد يعني خلط الحابل بالنابل. طيب جامعتي خلط. خليك يا دكتور. طلاب زميلهم اعتقل فاعتصموا للمطالبة بالإفراج عن زميله. كل هذا سلوك اعتصموا كما قال الدكتور لأن البيئة الجامعية مهترئة. تسمح لي تسمح لي هو اعترف بهذا. تسمح لي ألم تقل أنها مهترئة؟ نعم يا سيدي. أنا ما قال بني تحتيه مهترئة بالضبط يا سيدي. عم أهلك عليها صدروه. خلي صدرك واسع. والله دكتور أنا حزين أن رئيس جامعة في الأردن يقبل بأن يؤخذ الطلبة من جامعاتهم ومقاعد التدريس دكتور إلى التأديب وإلى مساجلات هنا وهناك. لو سمحت ما دورك إذا أنت كرئيس جامعة؟ أنت ليش طالع علينا بالصوت العالي؟ لا مو صوت، أنا بسألك الآن كرئيس جامعة. دكتور أحمد أين شخصيتك الاعتبارية؟ أخ عمر لا بدير الحوار. أنا بحكي غلط يا أستاذ عمر. أحمد يا تفضل تفضل. هلا أنت جاي تبيع علينا حكي للطلاب؟ أنا اللي قاعد بحكي عن الطلاب وأنا اللي بالي الحلقة. أرجوك ما ببيع. أرجوك ما هو كمان أعطينا فرصة نعرف نحاول. اليوم سؤال طالب. أرجوك اسحب كلمتك. طالب اسحب كلمة ببيع. ما بتبيع. طالب لو سمحت. طيب سحبنا. طالب اعتصم لحقوق مطلبية. لم يعتصم لحد الآن. لا خليك معي. طب اسمح لي أقول لك ليش اعتقل. اسمح لي اسمح وين لي. عايشين اسمح لي. طب ليش اعتقل الولد يا سيدي؟ أنا لا أعلم. أنت معه؟ أنت معه كنت في المحكمة. كيف تتواصل معه وتقول لا أعلم؟ أنا كنت هذا تناقض يا أخ عمر. ليش أنقطع؟ تناقض هذا. خلينا نحط النقاط على الحروف. حط النقاط. أي الحروف؟ اسمح لي. ما أنت خلطت الأمور كلها ببعض. خلينا نقول الطلاب. اليوم أنا بهمني 27 طالب مقدمين للتحقيق. تسمح لي على أي تهمة؟ تسمح لي أكمل؟ نعم. خلي دكتور معلش. تفضل. أنا رح أعطيك حريتك تحكي بدك. نعم. لا هو بيعطيني مش أنت. طيب أنا مش أنا هو. بدي أوزع الأدوار. يلا دقيقتين. بعتذر. نعم.
أوقف الطالب مواطن الأردني. ثاني يوم أبلغت بلغت وزير التعليم العالي، كان لدي احتفال في كلية الهندسة التكنولوجية بعيد ميلاد جلالة الملك. خرجت من الاحتفال كانوا الطلبة معتصمين، طلبت خمسة منهم أربعة خمسة طالبوني بالإفراج عن الطالب أيمن العجاوي. نعم. هل أنا الذي اعتقل أيمن العجاوي حتى نعم أفرج عنه؟ شكرا لك. نعم أنت الذي اعتقلت. شكرا. كيف؟ شكرا. كيف؟ الآن أنا حينما عدت إلى الطالب بل إلى كل الطلبة الذين اعتقلوا، وأنا كم من طالب اعتقل؟ الآن أخ عمر أنا أذكر كم من طالب اعتقل؟ الآن اعتقل الآن هذا الطالب، أنا قصدت بالاعتقال هناك اعتقال أدبي للطالب حينما يحول هذا الأسبوع. لما تقول اعتقل أكثر من طالب اعتقل أيمن الحجاوي، وهناك 27 طالب حولوا إلى التحقيق، إلى ما يسمى بالتحقيق أو التأديب، وهذا بعيد عن طلاب بهذه القامات الوطنية المحترمة كما قلت في أول الكلمة. أنا بقول ما يلي، هناك ظاهرة نشاز فقط مؤسف، أنا بالصوت العالي بحكيها بمنتهى الهدوء أيضا، في جامعة البلقاء التطبيقية بالذات في البوليتكنيك. تصور يا أخ عمر وليسمع السادة المشاهدون، خلال 3 سنوات فقط 300 طالب من هذه الكلية حولوا إلى لجان تحقيق. هاي جامعة؟ هذه كلية؟ صحيح. هذا واحد. آسف. الأمر الثاني. آسف إنه هذا كلام صحيح. 300 طالب حولوا إلى التحقيق. تصور الآن خلال سنة واحدة والسادة النواب، العديد من السادة النواب، ويعني لعلي أذكر بعض أسمائهم، خلال سنة واحدة يحدث أكثر من اعتصام في داخل أروقة كلية البوليتكنيك. طب اتفقتوا أنتوا الرئيس كان معك تامر وفي مرينو. الاتفاق الأول هي ساعة عطوفته. نعم. لما جيت أنا والأستاذ تامر المكتبه وجلسنا ربما ساعتين أو أكثر. نعم. يا دكتور عمر فن إدارة الدكتور عفوا عبد الله فن إدارة الأزمة، هؤلاء أبناؤنا، هؤلاء طلبة شخصياتهم تصاغ بطريقة قيادية ممتازة، لنعظم هذا إيجابيا، لكن أذن من طين وأذن من عجين. خرجنا من المكتب وأين ما زعمه اللي عطوفته في البداية مبدأ التشاركية الذي تنادي به أيضا الحكومة. إحنا النواب خرجنا من، إذا سمحت لي أكمل الفكرة هاي، خرجنا من مكتب الرئيس بكل احترام له ومن كان جالسا في المكتب، وخرجنا من الجامعة في تلك الليلة الصعبة على المجتمع الأردني كله، أذن من طين وأذن من عجين. إذن أنت المسؤول في النهاية. إذن يا دكتور 300 طالب حولوا للتحقيق، طالب اعتقل، 27 طالب اليوم تحت مقصلة العقوبات الجامعية. اسمح لي. تفضل. الآن توقف أرجوك. تفضل. عندما خرجت من مكتبي وسعادة النائب تامر بينو كان معك، قلت لكم أنا كلامي كان واضح. نعم. بتمونوا على الطلبة، صفنتم، رجعتم، طلعتوا، التقيتوا فيهم، قلت لا ما من، قلت لهم شكرا لكم. لا هذا كلام غير صحيح. اسمح لي انا غير صحيح، لا تجعلني اقول هذا كذب. معلش هذا كلام غير مقبول. انا لا اكذب. لا لو سمحت. لسنا في جهه عشائريه. لو سمحت. هل التزمتوا لرئيس الجامعه؟ هذه التزمتوا لرئيس الجامعه؟ سعاده النامر هو التزم لنا لكنه لم يفي بالالتزام. قال لك بتضمر الطلاب. انا كلامي واضح، الجميع تحت سياده القانون. خليني اكمل لك. تسمح لي تفضل. ايش هذا من مشاكل انت الرئيس الان؟ نرجع لموضوع الطلبه. نعم. كان كلامي معهم واضحا، تتعاطفوا تعتصموا مع زميلكم ايمن العجاوي، قفوا خلال الدوام الرسمي، مبيت ما بصير، وهذا مخالف، وانت تعلم. صحيح. وانت تعلم بانه مخالف لكل الانظمه والقوانين. يعني الاعتصام مسموح، المبيت في الجامعة أبداً غير مسموح، وأبقوا بحريتهم الكاملة. اسمح لي. ثاني يوم أنت أجيت ما سمحت لهم لا ظهر ولا عصر ولا ليل دكتور ولا نهار. دكتور يا أخوي، يا دكتور الله يخليك، هذه الحقيقة. ما هو طب سجل نقاط. أي بسجل. سجل نقاط. ما بزبط. سجل نقاط. أنت تدعي بأن هناك 300 طالب حولوا للتحقيق. نعم. خلال 3 سنوات. أنا أتحدث عن سنة ونص. هاي العقوبة خلال 3 سنين ولا خلال سنين؟ اسمح لي. سنوات ما تقول. خلال 3 سنوات. اسمح لي. أنا عندي إحصائية كاملة بالطلبة الذين حولوا للتحقيق وأوقعوا على عقوبات في كل جامعة البلقاء التطبيقية من العقبة حتى. نعم. إذا باخذ الحصن كانت أعلى نسبة إيقاع عقوبات بالنسبة لعدد الطلبة، وإذا باخذ كلية الهندسة التكنولوجية لم يوقع عقوبات يا دكتور أحمد. وهذه الملفات هيها موجودة والعقوبات. اسمح لي. والعقوبات لا اسمح. موجودة العقوبات، موجودة. أنا أحيل التحقيق، بسمع البريء، ببوس وبشكره. الآن الطلبة الذين أوقعت عليهم عقوبات
العام الماضي طالبين وقعت عليهم عقوبة الإنذار وأربع طلاب وقعت عليهم عقوبة التنبيه. المرة هذه طالب أربع طلاب، طالب أدخل أداة حادة واشترك في الاعتصام موس، طالب ثاني عبر من خلال السور وقطع الشيك، طالب ثالث ورابع اثنين الأخيرين الطلاب اثنين ولا هم وعبالهم كتبوا واتهموا الجامعة بفساد. إذا طالب له الجبيل حادة نعم وطالب قفز عن السور، وأتحدى إذا كان غير هيك وبالوثائق. وأنا أتحدى أن الكلام هذا غير صحيح. شكرا. أنا أتحدى شكرا. مع الاحترام هذا الكلام غير صحيح. هاي التحقيق، هاي الملفات، وهي الملفات يا سيدي. الآن إذا ذهبنا إلى موضوع التحقيق والطلبة الذين حقق نعم، إذا الآن أنت والأستاذ عمر ذكر له هذا، لما نقول الآن عندك في المكتب يا دكتور عبد الله 27 طالب هذا الأسبوع فقط، 16 طالب. أنا بشعر حالي المدير 16 طالب 27 يعني مش رقم سهل. أقول لك 16 طالب مش رقم سهل دكتور، 16 طالب في ظرف أسبوع، اسمح لي، في ظرف امتحانات، هذا منطق دكتور في القرن الواحد والعشرين؟ أستاذ أحمد بندير الحوار، اسمح لي يا أستاذ أحمد، أنا بديش يعني أنا بدي أقول، أنا بدي أسألك سؤال. انت ترى ان رئاسه الجامعه خلت بالاتفاق اللي بينك وبين تامر بيلو؟ طبعا ما في اتفاق. هل وصلتم الى اتفاق مع رئاسه الجامعه واخلت الجامعه به؟ واثنين انت هل صحيح ان بعض الطلبه اعتدوا بالعصيه والحجاره على امن الكليه؟ طيب سؤال، اولا انا قلت في بدايه الكلام المره هذه لا ها ما في واجاوب لا المره هاي ولا المره السابقه؟ لا 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 خلينا بالمره هذه، بلاش ارجع للمره الماضيه، هذا الفيديو موجود. أنا عفوا لان المره الماضيه الصراحه شفنا فيديو، الفيديو موجود وانت طلعت عليه وانا شفته. هذه الفيديوهات يجب ان تفلتر وما بدي ارجع لها. نعم. والكاميرات يجب ان تفلتر، يعني هذه الفيديوهات ليست دقيقه. اعطيك مثال، كيف حضره الرئيس، انا فوجئت بهذه المعلومه، لما تكون لجنه التحقيق مع الطلبه تفضل كأنه أنا يعني سؤال، هل أنا الفيديو في نيكاراغوا عايش؟ أنا في نيكاراغوا. هل الفيديو مفبرك؟ أنا أقول نعم مفبرك. شكرا دكتور، شكرا جزيلا. كيف شو دليله؟ أي نعم شكرا. شو كيف دليله؟ دليلي أن هذا الفيديو ليس بيدي، بيد الخصم والحكم في آن واحد. طبعا طول عمر الكاميرات مع طيب. الجامعة ولدينا أنا بقول حتى الطلبة المعتصمين نعم. في غاية الوعي يا أستاذ الوعي طيب. وهم لا بس دعني أنا بس إذا سمحت لي فاصل. بس إذا أكملها سمحت لي تصور الفكرة اللي حكيتها قبل شوية يعني الآن حزين. طالب يدخل لجنة التحقيق، خليك واقف ساعة، الطالب يقف ممنوع يجلس، إحنا وين عايشين؟ اسمح لي، معقول هذا في جامعة محترمة مثل بلقاء؟ ساعة كاملة هذا حكي الطلاب؟ أي نعم. طيب هل أنت يعني الآن إذا بدنا نأخذ حكي الطلاب كمان بدنا نسمع حديث رئيس الجامعة، رئيس الجامعة ولكن الله. بعد الفصل طيب خلوا أقول لكم شو والمسلمين فصلوا الطلاب على غيره. طيب خلينا نشوف التحليل. انا ساقول يعني انا بدي اعتذر ولكن ساكمل على الهواء، ولكن يعني عندنا مشكله انك لا بدك تعترف بالاوراق ولا بالتحقيق ولا بالشيء. انا على الهواء لا. على الهواء لا بدك تعترف بالاوراق. اي اعتراف؟ ما انت بتقول هذا هو ورق. اعتراف هذا ورق ولجان التحقيق الجامعه الخصم والحكم، هي الاعترافات عنده. طول عمر هالجامعه بتشكل لجان تحقيق داخليه. ايوه هيك طول عمر انظمه الجامعات هيك، ولذلك انا اقول هذه اللجان اخي ليست حياديه. انا بدي اذكرك بس انه ليست حياديه مع احترامي لشخوصها. ابان 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 وهنا عذرا اني اتحدث بهذه اللغه ولكن للانصاف، ابان كان نواب كتله الاصلاح وحزبهم في جامعه الزرقاء هم سدنه الموقف، فصل طلاب لاسباب اقل من ذلك السلطه، ويومها احتجينا قلتم لحظه هذا قرار جامعه مستقل، بصيرش على دوركم مستقل وعلى دوره مش مستقل. والله دكتور عبد الله تسمح لي عبد الله لو سمحت تعلق على الكلام هذا، تسمح لا على دورك لما يجي دورك لو سمحت، انت حكيت كلام مش مقبول. لا هو مش بتسمح والزرقاء الاهليه لما كان الاخوان المسلمين ماسكين الزرقاء هذه قضيه وطنيه مش قضيه وهذه قضيه وطنيه وهذه مش قضيه وطنيه
طلاب 27 16 انا مع الطلاب واحد. هذه قضيه اخوان مسلمين ولا قضيه وطنيه؟ انت تشكك شو الاوراق اللي بدك اياها؟ يعني اجيب الكتله الاصلاح تحقق مع الطلاب؟ قاعات معتمه فيش فيها كهرباء، ما فيش انترنت، ما فيش مشاغل، 12 مليون ليس لهم اثر على ارض الواقع. بتقول لي اخوان مسلمين؟ هذا كلام غير مقبول. مقبول ولا حر؟ وانا الان على الشاشه عم بقول في طلاب عم بيتصلوا حيله بينهم وبين الاتصال، هذا دور غير ايجابي لهذه القناه. برنامجي مش انت بتحدد. وانا لا يشرفني هذا الكلام ولا بشرفني انت. ما بشرفني هذا. القناه محترمه غير حيادي ومقدره. انت غير حيادي. لا يوجد فيها القناه، لا يوجد في هذه القناه دور سلبي للقناه. لا يوجد في هذه القناه اتصالات، وانت حضرت اكثر من مره. انا ما بدي حبر على ورق يا دكتور احمد، ارجوك الان 12 أرجوك. مليون وين الاثر على ارض الواقع؟ ناقصه ما تقول على القناه. انت كم من حلقه حضرت في هذه القناه؟ الشباب عم بيتصلوا. انت كم من حلقه حضرت على هاي القناه؟ وين الحريه اللي عم تزعموها انتم يا سيدي؟ اين الحوار الصادق والشفافيه؟ اين حوارك الصادق انت؟ كم من مره قعدت في هذه القناه؟ ما في حوار صادق عند حضرتك، ما في حياديه. لا انا حيادي من البدايه عند عبد الله الزهري. انا الان اعتذر اني وافقت اطلع على هذا. لا ارجوكم بس قبل ما تطلع دكتور عبد الله، لك اسمعني دكتور عبد الله، ان سمحت لي هلا هو نائب بده يشتري صوت حر. انا بقول في هذه القناه انا مخاطب. مع السلامه. مع السلامه. انت حر، انت برا، انت حر. انا لا يشرفني مثلك يكون اعلامي في هذا الوضع. لا بشرفني. لا يشرفني. غصب عنك قبل شوي مش انت اللي بتطلع. تفضل برا. انت نائب غير مستقل، يا بتقعد بتسمع زي الحكي. انا مستقل. لا اتكلم عن قضيه وطنيه بامتياز. لا مش جامعة فاشل. لا ايش جامعة فاشل. لا يدير الجامعة الأمنية. ما بطلع لك في ضيف. احكي بهدوء. أسعد الله مساءكم. فاصل إجباري. لا نختلف على شخص ولا نختلف على شخصنا، لا أنا ولا سعادة النائب ولا عطوفة الدكتور. اعذرونا إذا ارتفعت أصواتنا قليلا، لكن هذا هو طبيعة الحوار السياسي. ويعني أعتقد أنني يعني أعتذر لجمهور المشاهدين على ارتفاع صوتي، أعتذر للدكتور أحمد واعتذر للدكتور عبد الله. انا اسف، ولكن بدنا عندنا مصلحه يعني الوطن العليا. الدكتور احمد الرقيب، انت يعني على الهواء قلت كلاما قاسيا بحق الدكتور عبد الله. انا بعتقد انك من الفروسيه ان تعتذر عن جمله انا هي انت رئيس جامعه. استاذ عمر، اولا يعني انا مره ثانيه اقدر هذا البرنامج وهو نافذة. بس ورجيتك انه احنا وهو نافذه وطنيه بامتياز، ولكن أنا دائما أريد أن تكون الأمور في نصابها الصحيح، وألا نخلط الحابل بالنابل. نعم. ونروح لا كذا. طيب. لا أرجوكم. طيب أرجوك خلونا بالقضية. أرجوك بالقضية. نحن. أنت مدار للدكتور باعتذار. أنا الدكتور عبد الله على الرأس والعينين، صديق وأخ عزيز وقام إن شاء الله وطنية، لكن أنا تكلمت عن جانب الفشل المتعلق بإدارة ملف. لا انت تحدثت رئيس ملف هذا الذي قصده. طيب سوف تحاسب عليه. طيب يا سيدي. طيب هذا قضاء، هذا قضاء. انا باسم البرنامج ارجعنا توصفها. دكتور عبد الله، اليوم احنا عندنا امام حادثه في 16 طالب قيد التحقيق، وفي 4 طلاب فصلوا، اي 2 فصلوا اسف واثنين وجه لهم انذارات نهائيه. صحيح. الى اي مدى؟ اسمح لي، ما انا بدي احكي. طب بدك تحكي، ولكن بدنا احنا بهمنا الطلاب. اليس الطلاب ابنائي؟ نعم. أليس ابني طالب؟ أنت طالب. تتعامل بعقلية الأب وليس بعقلية رئيس الجامعة. تفضل. أنا معلش دكتور عمر بيك أنه ما يقاطعني. لا أنا أكثر أستاذ رئيس جامعة بحاور الطلاب. أنا بين الطلاب في الميدان. الطلبة عندما لا يستمعون في إجراءات قانونية. أنا هاي بعطي كشف أمام شاشة المواطنين الأردنيين. عندما يفصل طلبة من الحصن ما بشوف نواب إربد. عندما يفصل طلبة من عجلون ما بشوف نواب عجلون. عندما يفصل طلبة من مركز الجامعة عم باله أرقام 14 واحد ما شفت ولا واحد من أسباب الفصل. عفوا اسمح لي اسمح لي اسمح لي. ما شفت نواب السلط ونواب البلقاء من الكرك، ما شفت نواب الكرك. لماذا هؤلاء الطلبة المجموعة هي أشرطة الفيديو، هي صورهم كلهم وهي أسماءهم كلهم، بس واحد منهم يدق شوكة كل هل انت اول واحد بتركض وبتنائب تتصل فيه وبتحشد وبتجيش وفي الاعلام الى اخره. يجب ان انا بالنسبه لي الطلبه جميعا سواسيه. لا. الطلبه جميعا بحياديه بتعامل معهم. من يخالف بعاقبه اذا كان يستحق العقاب
ومن وبسامح مرة واثنين وثلاث. الآن ما الذي الطلبة ما الذي الطلبة هل القضية السياسية اسمح لي أن تخضع لاعتبارات سياسية وأن تسامح؟ تسمح لي؟ تفضل. أنا أكثر واحد بسامح الطلبة. أنا جبتهم كان بإمكاني عمر بيك وأنت تعلم أنا هل اسمح لي خذ أكمل. هل تشكك في قضاءنا الأردني؟ لا. إذن أنا كان بإمكاني أسطر كتاب فلان وفلان 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 إلى مدعي. لكن هذا بتخرج عن دور الجامعة. تقبل لي إياها؟ تخرج عن سياق الجامعة. تقبل لي إياها؟ لا ما بقبل. إذن أنا بتصرف مع أبنائي الطلبة بناديهم لجان تسمع منهم. يا دكتور يا عمر بيك دكتور. هاي أبنائي الطلبة بيسمعوا. سمعوا من الطلاب كم واحد وقعت عليه العقوبة؟ أنت تتحدث عن 300، أنت تتحدث عن 27، أنت تتهم. أنا بدافعش عن واحد، أنا بدافعش عن طالب، إن سمحت لك دكتور، بدافعش عن طالب يحمل أداة حادة، بدافعش عن طالب بثير نعرة فتنية أو فتنة طائفية أو أقليمية، بدافع عن طالب اعتصم من أجل الإفراج عن زميله. ما عندي مشكلة. طيب لماذا هذول الطلاب راحوا؟ ليش حاولتم التحقيق؟ أجابك أجابك. أنا كان حكي واضح. اعتصموا خلال اليوم. نعم. معكم من الساعة 8 للساعة 4. وما عندي مشكلة ومعززين مكرمين وأتحدى إذا في واحد مسهم أتحدى. نعم. وهيهم هم يسمعوني أبنائي الطلبة. كويس. مبيت ما في. لكن عندما يكتب رسمي خطي بأن هناك فساد ينده الجميع ألا تحيلهم إلى شبهات فساد ولا شبهات؟ هلا خليك معي. بتجيبهم وبتستمع معهم. الطالب اللي كتب بقول لك هذا مش أنا رأي الجمعية. بتجيب الجمعية خمسة منهم هي خطيا بقول لك نحن لا نعلم ولا علاقة لنا. طيب. ولا نؤيد. نعم. مع السلامة شكرا. اثنين منهم الأربعة أحيلوا لما الاستأذيبي. اثنين أكدوا. اثنين ما في بدي وثائق مشان أنا لما تقول فلان من الناس فاسد فلان من الناس. إذن هذا هو بيت القصيد. هل حقوقي بالطلاب لأنهم قالوا أن هناك شبهات فساد الجامعة؟ أليس هذا ادعاء بعتوه للإعلام ولا بعتوه لوزير التعليم العالي؟ معالي وزير التعليم. إذا لوزير التعليم العالي لا يدانون. معالي وزير التعليم العالي لأنه هو الجهة المخولة. شكرا. إذن للتحقيق في ذلك. للتحقيق في شبهة الفساد. طيب. أنا أجاوب. مش مع الطلاب. اسمح لي. أنا بدي أجاوبك اليوم. أنا بدي أجاوب. أنا انحزت ضد أنا أحمد الرجل. الآن أنا بدي أنحاز. مش معقول اللي بيمارسوا الآن تصور الآن حولهم لجان تأديبية. دكتور. يعني هذا ما يقبل رئيس الجامعة. اسمع. ما عندي مشكلة. بكرة بحيلهم بالفساد وبلغ العقوبات. في المجلس. أي فساد. تكرم. يا هيئة النزاهة المكافحة دكتور الفساد. كل المنظومة تحال الفساد. دكتور عبد الله دكتور عبد الله اسمح لي يا دكتور أحمد دكتور عبد الله هل اشتكوا من هي المرجعية التي يمكن أن أشتكي إليها عن جامعة؟ أجابك من المرجعية. إذا الطالب وجد شيء في الجامعة مرجعيته رئيس الجامعة. وزارة التعليم العالي الجهة مرجعية؟ مرجعية الطالب هي رئيس الجامعة. مجلس الطلبة. إذا رئيس الجامعة. خلينا أنصف. خليك معي. خليني أنصف. أنت كنت طالب. أنا طالب. وما دور وزارة التعليم العالي؟ خليك معي. يا سيدي حتى. سيدي اسمح لي. لم يعني الطلاب. لا يتجاوب. الطلبة. أنا قريت بيان الطلاب. روح على وزير التعليم العالي. أستاذ دكتور عبد الله. الطلبة قالوا في بيانهم أنهم طلبوا التحري عن شبهات فساد مثل استيفاء رسوم مطبوعات فصلية. والله لهم التحية. ودون تقديم هذه الخدمة. ممتاز. واستيفاء رسوم جمعية طلابية ليرة وليرتين وخمسة. ويعني بين الطالب العادي والطالب الموازي والطالب الدولي. حلو. خليني أنا أدافع المرة هاي. دافع. يا دكتور هذول الطلاب اشتكوا لوزارة التعليم العالي. هذا رقي. أنا نعم أنا أقول أن هذا سلوك حضاري. جدا. هل يعاقب عليه؟ ثم يذهب لجلبه من اللجان التأديبية 17 طالبا أو أكثر. اسمح لي دكتور. هل هذا سلوك عفوا مقبول؟ أنا بقبل. أخي الفاضل. أنت عندما تقول هناك طلاب بيدفعوا رسوم مطبوعات. نعم. أنا بزودك في الوثائق أنه ما في رسوم مطبوعات. أول ما أجيت رئيس جامعة. نعم. ب28/6 بقرار مجلس الأمناء يوم 4/8 ألغيت رسوم المطبوعات عن الطلاب وبتحدى إذا الرسوم السابقة يا سيدي وين راحت؟ وين راحت في الجامعة؟ أنت استلمت الملف أنت رئيس جامعة علم بالسابق واللاحق أين ذهبت مئات الآلاف من الدنانير من المطبوعات؟ هل تعتقد وخدمات الطلبة أين ذهبت يا سيدي؟ أخي 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 أحمد لا يوجد مطابع في الجامعة يا أستاذ عمر لا يوجد مطبوعات في الجامعة أخي هناك المشغل ميكانيكا كله معطل طب أنا القاعات جدرانها خضراء من الطحالب إذا طلاب هناك قاعات مغلقة إذا طلاب الجامعة اسمعوني إن سمحتوا إذا في واحد معه وصل جامعي أو الرسوم موجود معه على الرسوم أنا والله الموبايل عندي لكن أرجوك ابعثوا لي على الفيسبوك أنا بعطيك إياها أرجوك ابعثوا لي إياها على الفيسبوك أنا بعطيك إياها ليش تطلبها الطالب الآن معه وصلين أستاذ عمر أخير. وصل في المطبوعات وخدمات الطلبة وشؤون طلابية والجمعية الطلابية وصل حذفت
بليلة ليس لها ضوء كما يقولون كل هذه المعطيات. لا لا, لا لو سمحت. وبقيت الرسوم كما هي. لو سمحت لو سمحت لو يعني سمحت. طيب نزل عن الطلاب حضفت. نزل عن الطلاب 15 ليرة مثلا من أخ عمر. لم ينزل فاتن في بنود ثانية. أخ عمر ما في بنود. تقرأ طلاب. هذا القرار؟ أرجو إعلامكم بأن الجمهور قد اتخذ قرار في جلسته 6 على 2016/24/8/2019 المتعاقد بالتاريخ. اسمح لي. الموافق على رسوم تسجيل الخدمات والحصول على درجة البكالوريوس وذلك اعتبارا يعني تعديل الرسوم يعني بجوز ضمنت في شيء ثاني. اسمح لي اسمح لي في رسوم خدمات اسمح لي بالعشرات مئات اللي هو مش معروفة وين. يا أخي أنت ليش بتسأل هذا الذي سأل عنه طلاب معالي وزير التعليم العالي والذي أغاض رئيس الجامعة. هذا طالب بدفع من 2016-17 بعد ما سلمته وهذا شو كان يدفع؟ شوف لي كل شيء اسمه مطبوعات. لاقي لي هون مطبوعات بس انت سبحت ما هو خلينا ما هي الكاميرا خليه من المشاهدين يشوفوا هون في مطبوعات وهون ما في مطبوعات. هذا التعديل هل هذا تعديل نشاط طلابي 10 دنانير تتوسعوا في خدمة الطلبة خدمات 20 لا أن تقصقصوا حريات الطلبة. والله حقيقة أحمد 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 أنت بتطلع وجهة نظري أنا أحمد أحمد صوت عالي ولا شيء أحمد الرجل واحد الله لأنه أنا قلبي على الجامعة دكتور عبد الله دكتور عبد الله دكتور دكتور عبد الله مش أكثر مني دكتور عبد الله بس دكتور عبد الله أنا شلتها مطبوعات 10 وخدمات 5 هاي 15 هون فيش مطبوعات وصارت الخدمات 20 يعني هاي فاتت باي خليك معي. لا هذا مختلف مش مقبول مختلف عندما أقدم خدماتي أنا نتحدث عن الطلبة يعني الطلبة أنا أبنائي لما اعتدى أحمد لا أنا ما اعتديتش أنا حكيت الحقيقة الآن أنا بقول هذول نحطن جوا هذول ما التغل هلا لا في حكي واضح لماذا حتى يغطى شبهة الفساد الموجودة. اسمح لي إذا لديك وثائقك بالفساد وانا سأحول هذا الملف كامل للنزاهة. أنا اللي راح أحوله للنزاهة يا ريت والله يا ريت. طيب يا دكتور ممكن تقول لي وين أزمة الطلاب؟ أنا إنسان بدأ طيب هذول طلاب هذول طلاب توجهوا بشكوى إلى وزير التعليم العالي طيب وين ذنبهم؟ لو هذول الطلاب يعني هذول الطلاب هذول الطلاب أنا اليوم بدي أحكي أنا وياك هذول طلاب قاموا بدور أنا بدي أفترضه دور وطني انه في شكه فخاطبوا وزاره التعليم العالي يعطيهم العافيه بخاطبوا رئيس الجامعه اخطاوا يا سيدي اخطاوا بانهم لم يخاطبوا قصدا هل بنطخهم نفصلهم قل ليس نفصلهم ما بلطخ فصل دكتور مجلس ليش تحيلهم يا سيدي انت هذا مخالف للتعليمات يا دكتور اسمح لي عندي من هذا البرنامج بتوجه الى الدكتور عبد الله الزعبي باسم هذول الطلاب أن الجريمة التي ارتكبها الطلاب أي جريمة أقل كثيرا من العقوبة. اسمح لي ما في جريمة عفوا بالعكس هذا الشرف نشان أنا بدي أخاف للوطن دكتور أحمد أنه طلاب ببينوا شبهة فساد موجودة دكتور. وهي ظهرت على الأوراق دكتور هذا أوراقي موجودة سيدي ظهرت على الأوراق هي أوراقي موجودة اسمح لي أنت اتهمت يوم بدك تغير اثنين أنت دكتور أحمد اتهمك أنه 15 الجامعة في 15 مليون اختلاس هل لك أن تطلع لنا الوثائق الاختلاس التي تتحدث عنها أو تحيل حتى أحيل هذه الفساد؟ والله يعني عفوا هذا السؤال أنا متوقعه كثير يعني تفضل ليتها 15 مليون فقط أكثر؟ كمان أنا أعتقد أنه شبهات فساد قديمة وجديدة في جامعة البلقاء وأنا أجهز ملف كامل لإرساله طيب إلى هيئة مكافحة الفساد يا دكتور طيب وسأقوم بواجبي كنائب في هذا الاتجاه لكن واحد لا تقوم به أعطيك مثال بسيط على العكس تسمح لي عمر الآن أعطيك مثال بسيط خليني أظل بس بقضيتي تصور لي اسمحوا لي أظل بقضيتي طلاب يدفعوا من جيبتهم اسمحوا لي أظل بقضيتي اسمحوا لي أظل بقضيتي لو سمحت لا تسمحوا لي أظل بقضيتي يا دكتور عبد الله يا دكتور عبد الله أنا بدي أحكي مع الآن الدكتور عبد الله الأب رئيس الجامعة رئيس جامعة البلقاء التطبيقية المحترم لا فاشل المحترم لا المحترم يعني فاشل لا طيب يا سيدي ما رأيك يا سيدي. دكتور على الهواء اليوم على الهواء أرجوك هذول الطلاب لم يرتكبوا جريمة كفى أرجوك أنا بدي اليوم إحنا مقبلين على انتخابات وإحنا مقبلين على انتخابات اسمح لي متى بكونوا طلاب كويسين عندما يتوقف سعادة النائب أحمد الرجب وكل المطلوب في التدخل في طلبة جامعة البلقاء والذي جعل أتدخل يا عطوفك اسمح لي الجامعة بس ولكن هذا مش مسؤولية الطلاب مستقلة استقلال مالي صحيح. وإداري
طيب لا يجوز لك أنا لا انت تتدخل في الطلاب ممنوع. ولن اسمح طيب. لاي شخص ولا يجوز لاحد ان ياخذ طلاب من بين ظهرك وانت ساكت في الجامعه لي. ليس لك اي دور طلاب يعتقل وانت لم تاخذ اي دور بل كنت عليه انا لهم احمد انا على الهواء طبعا على الهواء بدي اسالك انا سؤال انا بدي اجاوب شغله انا اللي متعلق الغرقان بتعلق بكش يا دكتور انا طالب بدي اهجم على النائب وبجوز اذا بعرف انه الصحفي عمر طلاب صاحبك بده يجي عليه انا اليوم ما شغلي في الدكتور احمد الرجل انا أجل. شغلي في هالاربع طلاب قبل ما تحكي اتمنى عليك بالله عليك قبل انتخابات مجلس طلبه الجامعه ان تصدر عفوا ما بصير تصدر عفو خفض العقوبه فصل ما بالشيك كل الامور باطله اصلا يا استاذ عمر كل الشغل باطل هذا اسمح لي مش باطل ما فصل باطل لانه مبني على امور غير منطقيه سعاده النائب وجهوا له التعليم العالي في 130 روح نقدم له التحقيق اسمح لي مش معقول هذا اسمح لي في 130 نائب في الاردن ما تدخل النواب عندي الا اهل الشرف انني تدخلت بعد اوقف تدخل في طلبة جامعه البلقاء التطبيقيه لاني لن اسمح التدخل في جامعة البلقاء مدام رئيسة طيب. اسمح لي وانا لن اسمح بهذا الاسلوب في الجامعة اسمح لي اسمح لي لما بطلع لك هذا الكلام اسمح لي اسمح لي اسمح لي لا 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 الكلام هذا غير مقبول ايش لن اسمح انت لا تملك هذه الكلمة اجاوبك انا شغله انت لا تملك انا مسؤولها انا املكها انت لا تملك وزير تعليم عالي في عندي وزير تعليم عالي طب ما راحوا على التعليم العالي شكيت لا التعليم العالي ما رديت عليه النقطة الأهم يا دكتور احمد اذا كان الطالب او المواطن الاردني ايمن العجاوي اعتقل من داخل اسوار الجامعة عيب علي اذا بقعد يوم رئيسا لهذه الجامعه طب اسالك سؤال تسمح لي استاذ عمر بعد هيك ظل حكي يا عمر من اين جاء التبليغ انا اليوم اسمح لي لا انا ما راح ارد على الدكتور احمد الرقب ما راح ارد مين بلغ عمر العجاوي حبيبي يا احمد الرقب روح انا ما بدي ارد على احمد الرقب انا بدي اتمنى عليك على الهواء ان تعيد قراءه الطلبه الحالين للتحقيق طيب الاربعه وقعت عليهم عقوبات والله الذي احاله التحقيق ينبغي الوحيد اسمح لي في مجال يتقدم يكتب استرحام لرئيس الجامعه يحيل رئيس الجامعه الى مجلس العمداء ومجلس العمداء صاحب الولايه انا الصلاحية. بدي اقول للطلبه اللي فصلوا واللي عاقبوا لكن تقدموا بهذا الاسترحام وانا بدي اتابع لكن انا بدي اجاوب شغله اخرى نعم لكن عندما يهاجم النائب احمد الرقب ويتهم الجامعه بالفساد عليه ان يقدم وثائقه ودلائل هذا دوري لك وانا خاطبك في لجنه سلوك نيابيه اشكي عليه في قضاء اشكي عليه بل انا سابحث في الفساد الاكاديمي يا دكتور عبد الله ما عندي مشكله والابحاث العلميه ما عندي مشكله اللي فيها اشكالات شبهات مع العدو الصهيوني ما عندي مشكله ما عندي مشكله سنقوم بهذا ان شاء الله ما عندي مشكله أنا في مصلحه الطلبه والجامعه سيدي لك ان تسال من تحت القبه هيا انا على الهواء لك انت نائب محترم وممثل امه شكرا ان تذهب الى مجلس الامه وتحت القبة وتسأل أي سؤال بدك إياه وفقا للقنوات الدستورية وسوف يأتيك الرد قانونيا من خلال معالي وزير التعليم العالي ولكن ليس لك أن تحول الطلبة إلى مجال التأديب لكن أن تسيء هذا رئيس جامعة هذا قرار جامعة لكن أن تسيء إلى الجامعة وان تسيء الى عميد الكليه انا لم اسيء الى ولم اسيء الى رئيسها لا ولا جبت سيره عميد الطلبه ولا غيره ان تسيء انا اتكلم بشكل عام تتحدث مع الاداره عن عدم قدره الجامعه على اداره الازمه طيب شكرا انا بدي اترجاكم ما ضلش معي وقت ما ضلش معي وقت انا بدي اطلب من ابناء الطلبه انا عمر كلاب مذيع في قناه الاردن اليوم مقدم برنامج في عين الحدث انا وزميلتي يعني العزيزة قادسية الضمور من الطلبة أن يتوجهوا إلى رئيس الجامعة بطلب استرحام في العقوبات وعسى الله أن يغير بالحال ليش تسمح لي ومن يخطئ حتى يطلب استرحام الآن العقوبة صدرت بنا نعمل إجراءات قانونية أنت نائب تشريع معك ثانيتين لا باطلة هذه الإجراءات كلها إجراءات باطلة إجراءات باطلة هلا الخطة المرسومة كيف عم باله يتم الآن الضغط على إدارة الجامعة نعم. توجهوا بالضغط الى انه عمل له بنيابي هي مكتوب اثنين ليش اذهبوا الى الفساد حقوق فرادة ثلاث اذهبوا الى الاعلام وجيش الاعلام لا بالناس الجيش انا لم يبقى معي وقت شكرا احمد الرقب سعادة نائب شكرا دكتور عبد الله اتمنى ان تحل قضايا جامعه اتمنى ذلك ما عندنا قضايا عمر لو سمحت ما عندي قضايا الطلاب هذول الطلاب هذول الطلاب خطيتهم برقبتك دكتور عبد الله واحنا يعني انت عن تحريضه اشكرك عندما تتوقف القاكم على خير